مشاهدي الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة دكتور أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة. دكتور أشرف، منورنا. أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. يعني أنا خريجة كلية الإعلام طبعاً. فببقى كده يعني ببقى سعيدة لما بقابل يعني أي حد من ريحة الكلية. ربنا يبارك. أهلا بحضرتك. خلينا نبتدي جولتنا الإخبارية بإجراء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر، في إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما تبادل الرئيسان وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك. دكتور أشرف، الخبر أو زي ما جه هو خبر بروتوكولي، لكن لا. هذا الاتصال في هذا التوقيت، خاصة في الجزء الثاني من الخبر بيقول أنه يعني تبادل الرئيسان وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، لا. وأن في تحديات في المنطقة ومع أكثرها هذه الأيام، لا. يعني إحنا شايفين اللي بيحصل في السودان، شايفين ليبيا، شايفين تونس عندها مشكلة مع الهجرة غير الشرعية. صحيح. واللاجئين اللي موجودين، شايف هذا الاتصال والتنسيق ما بين الدولتين، خاصة أن مصر والجزائر دولتين لهم ثقل كبير. يعني نعم. أنا أتذكر أن السيد الرئيس عندما تولى مقاليد الحكم في مصر كانت أول زيارة لي أو أول صحيح. يعني خروج للسيد الرئيس في زيارات خارجية كانت الجزائر. صحيح. الحقيقة أن مصر والجزائر بتربطهم علاقات تاريخية كبيرة من أيام الثورة الجزائرية، وبنعتبر أنه البلدين كبلدين من شمال إفريقيا امتداد طبيعي لبعض. كمان علاقات متميزة جدا بتربط الشعب الجزائري بالشعب المصري. بتصور أنه اللقاء والاتصال في هذا التوقيت شديد الأهمية، لأن زي ما حضرتك تفضلتي في تحديات كبيرة في المنطقة، ومهم جدا التنسيق المشترك مع دولتين بنفس ثقل مصر والجزائر، سواء من حيث الثقل التاريخي أو عدد السكان أو المساحة أو الدور الاقتصادي اللي ممكن أن البلد تقوم به. فبتصور أنه يعني اتصال مهم في توقيت مهم، وأعتقد أنه هذا التنسيق أصبح ضرورة مهمة جدا للأوضاع الموجودة في المنطقة. طيب، شايف المنطقة بتتجه إلى الاستقرار أو المحاولات، خاصة إن إحنا عندنا مؤتمر مهم جدا يوم الخميس القادم، نعم. سوف ينعقد في مصر، وهو مؤتمر دول جوار السودان، وهذا الاتصال جاي في هذا التوقيت. صحيح. هل هناك تنسيق ما بين دول جوار السودان من أجل يعني حل المشكلة بقى، يعني أو على الأقل الأطراف تقعد مع بعض؟ الحقيقة الوضع يعني صعب جدا، وأعتقد أنه هذا التنسيق مرتبط بشكل أو بآخر بالوضع في المنطقة، لأنه الوضع في السودان بيؤدي إلى خسارة الجميع، وأولهم الشعب السوداني نفسه، وخسارة مقدرات البلاد. فأعتقد أنه التنسيق والإعداد، وده شيء مهم جدا من أجل الوصول لموقف مشترك أو محاولة حل الأزمة. أتصور أنه دور مصر دور تاريخي، لأنه السودان امتداد طبيعي لمصر، وأتصور أنه التنسيق في هذا التوقيت مع الأطراف المعنية اللي ليها ثقل سياسي أصبح أمر لا مفر منه. صحيح. نذهب لأخبار رئاسة مجلس الوزراء. وأثناء زيارتي لواحد سيوة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة بوجه عام وسيوة على نحو خاص. أضاف وفي إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تنفيذ عدد 103 مشروعات بنسبة 100% بعدد 11 قرية في المرحلة التمهيدية للمبادرة من إجمالي 56 قرية، وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدخول عدد 23 قرية وسبع تجمعات
ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة. عرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عددا من المطالب والاحتياجات التي تستهدف استكمال الخطط التنموية والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للأهالي بمطروح، حيث وجه رئيس الوزراء بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها. سيوة كانت جولة، أعتقد أنه سيوة كانت محتاجاها من السيد رئيس الوزراء. وأعتقد أن دي أول مرة يروحها. وأنا رحت سيوة مرتين واشتغلت، عملت شغلي فيها مرتين وقعدت فيها في كل مرة أسبوع، يتجولت في سيوة كلها. وفعلا خليني أقول أنه من ملاحظاتي أنه سكان سيوة وأهالي سيوة محتاجين لهذه المبادرة. طبعا. أهمية هذه المشروعات وتنفيذها على أرض الواقع، خاصة خلينا نقول أن سيوة مكان سياحي يجذب، يعني يمكن بيجذب السياح اللي من الخارج أكتر من المصريين. صحيح. والمصريين لو جربوها مش هيبطلوها يعني. صحيح. فشايف يعني بس أهليها كانوا في حاجة ماسة لمثل هذه المبادرة. ده صحيح. أولا هي يعني لازم ننظر لهذه الزيارة في إطار مبادرة حياة كريمة. هذه المبادرة شديدة الأهمية، ويعني سعيدني أن أنا أقول أنه عندنا عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه بدأت تطرح المبادرة للدراسة. بيقيموا الجهود، بيشوفوا مدى استفادة الناس، الصدى الإعلامي للمبادرة، النتائج الخاصة بالمبادرة. فأعتقد أن الزيارة بتبعث رسالة لأهل سيوة، بتقول لهم أنتم مننا وأنتم معنا، ما انتوش على الهامش، أنتم موجودين في قلب المبادرة. إضافة قرى جديدة لهذه المبادرة بتؤكد أنه الاهتمام بالتنمية الشاملة مرتكز أساسي، بتؤكد أيضا أنه ده نوع من أنواع التسويق زي ما حضرتك تفضلتي، لأنه سيوة مكان سياحي بيجذب السائحين من الخارج، لكن كمان بيلقي الضوء على أهمية هذه الواحة والبيئة الطبيعية اللي موجودة فيها. وأعتقد أنه ده بيعمل تسويق جيد جدا لهذه المنطقة. وأتصور أنه امتداد مظلة مبادرة حياة كريمة لتشمل هذه المناطق، يعني اللي نقدر نقول بعيدة إلى حد ما عن المركز، بيبعث برسالة بأنه الحق في التنمية حق أساسي لكل مواطن أيا كان مكانه وأيا كان موقعه. بس نسب تنفيذ المشروع حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة حسب الأرقام اللي جاية في الخبر، يعني إحنا بنقول تنفيذ عدد 103 مشروع، ده رقم مش قليل. مش قليل طبعا. بنسبة 100%. نعم. بعدد 11 قرية في المرحلة التمهيدية. 11. نعم. قرية تقريبا 100%. نعم. وبعدين إضافة من إجمالي 56، وبعدين دخول 23 قرية وسبع تجمعات. نعم. أنا بتكلم تقريبا على سيوة كلها. نعم. يعني نعم. بتكلم على سيوة كلها، خاصة إن أنا لما تابعت الجولة امبارح والعمل السيد رئيس مجلس الوزراء، يعني زيادة عدد الغرف الفندقية، الاهتمام بالعديد من الأماكن اللي كانت محتاجة. وأعتقد أنه زميلنا أحمد موسى عنده كان في سيوة قبل رئيس الوزراء. نعم. وسجل المعاناة لأهل سيوة في المشاكل اللي بيتعرضوا ليها. ده صحيح، عشان كده الزيارة جت في وقتها، وبتبعت برسالة اطمئنان أن الكل له حق في التنمية، خاصة زي ما حضرتك تفضلتي أن هي مراحل، وبالتالي هنصل لمرحلة يتم تغطية الواحة كلها والمنطقة كلها بخدمات ومظلة التنمية الشاملة. أنا عايز أقول أنه حتى من مطالعة الدراسات الأجنبية بدأ العالم ينظر لمبادرة حياة كريمة بعين مختلفة، باعتبارها مبادرة فريدة من نوعها بتمتد خدماتها وتستمر، وده مرتبط كتير جدا بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. فأتصور أنه دوت بيبعت برسالة جيدة جدا لأهل هذه المنطقة أو غيرها من المناطق. صحيح. أن الكل له حق في التنمية، وخاصة أن احنا بنتكلم أن كان مع سيادة رئيس الوزراء السيد القصير وزير الزراعة، وسيوة تشتهر بالنخيل. نخيل. نعم. والزيتون. والزيتون طبعا. يعني دايما لما كنا بنروح لازم بالزبط. نبقى راجعين بتمر أو ببلح. آه. وراجعين بزيت زيتون. صحيح. وراجعين بالزيتون بتاعهم. صحيح. لأنه من الحاجات المشهورة جدا. صحيح. في سيوة. صحيح. زائد المياه الطبيعية، زي مش عارفة إذا كنت أقدر أقولها ولا لا، لأنه يعتبر إعلان. آه. مش ما عنديش يعني ما عرفش هي، بس في مياه من أجود أنواع المياه من العيون من سيوة. صحيح. يعني صحيح. كمان يعني صحيح.
طيب انتقل لخبر اخر، حيث ترأس سامح شكري وزير الخارجية ورئيس الدورة 27 لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 أمس الاثنين، الاجتماع الأول لإطلاق مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس، وهي المجموعة التي يرأسها وزير الخارجية بالاشتراك مع ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي لمجموعة OCI العاملة في مجال الهيدروجين والنيتروجين والطاقة. وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع على تطلع الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لتعزيز جهود الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة. كما أوضح أن مؤتمر COP27 الذي استضافته مصر بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي قد شهد مشاركة واسعة من الدول والحكومات جنبا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص، منوها بالدور الهام لمجتمع الأعمال والشركات في التصدي لتداعيات تغير المناخ وما يمكن له من تقديمه من إسهامات لتنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ. خليني أقول الخبر ده بيقول أنا من المؤتمر والجلسات والمناقشات إلى التنفيذ على أرض الواقع. يعني لما أقول أنه عن طريق الفيديو كونفرنس وقادة الأعمال لهذا المؤتمر مع رجل أعمال متخصص في مجال معين في الهيدروجين والنيتروجين ويعني مجال الطاقة بشكل عام، الطاقة الخضراء يعني، خلينا نتكلم، انا كده بقول ان انا ابتديت انفذ. ده صحيح، مش مجرد انه كلام مرسل. ده صحيح، ده صحيح. مؤتمر المناخ طبعا ما زال له اصداء كبيره جدا اللي استضافته مصر في شرم الشيخ، واعتقد انه واحد من انجح المؤتمرات العالميه في مجال تغير المناخ. وجود هذا الاجتماع الاطاري مع واحد من رجال الاعمال المسؤولين عن الطاقه النظيفه بيؤكد ان مخرجات المؤتمر بدات تاخذ طريقها الى التنفيذ. بيقول انه احنا جادين في تنفيذ الاجنده المناخيه، بيبعت برساله للعالم بانه هذه المخرجات قابله للتطبيق، واحنا خدنا اتفاق ترأس وزير الخارجيه لهذا الاجتماع او لهذا الاتفاق، بيؤكد ان اهتمام الدوله بيصل الى اعلى المستويات في عمليه التنفيذ. واتصور انه مستقبل الطاقه النظيفه الان لم يعد حلم او طرف، لا بقى واقع ممكن نعيشه وممكن نطبقه في مجالات متعدده. طيب بس احنا دايما بنشوف في الاخبار ان مصر هي اللي بتسعى لتنفيذ هذه الاستراتيجيه وللتوجه نحو الطاقه الخضراء، هل بقيه الدول بتفعل ذلك؟ بقيه الدول الحقيقه يعني بتقوم بهذا الدور ولكن بشكل ضعيف شويه. مصر من منطلق ريادتها الاقليميه والدوليه، من منطلق استضافتها للمؤتمر، ما زالت مسؤولة أدبيا وأخلاقيا ومناخيا عن هذا الموضوع. وأتصور أنه دور مصر ليس فقط في أنها تضع القضية على أجندة الاهتمامات الدولية ولكن أيضا في عملية التنفيذ. فنقدر نقول بلغة الإعلام إحنا بنقدم رول موديل أو دور متصور تقدر الدول تحتذيه أو تقوم به. نعم. أنتقل لموضوع آخر، حيث تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية والقوافل الطبية وعيادات تنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية والصحة النفسية وحملات التوعية التي قدمتها حملة 100 يوم صحة للمواطنين خلال عملها في جميع محافظات الجمهورية. من جانبه أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه وفقا للتقرير فإن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة 100 يوم صحة أمس فقط بلغت 518,943 خدمة، بينها 14,728 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 36,932 زيارة. أنا شايفة أن مبادرة 100 يوم صحة مع أنها هي مدتها 100 يوم اللي هي فترة الصيف، لكن في إقبال كبير من المواطنين على هذه المبادرة. هل ده بيعكس نجاح 100 مليون صحة ولا بيعكس نجاح المبادرات السابقة بشكل عام؟ لأنه لما أقرأ رقم أنه بس للمرأة
لدعم صحة المرأة، 14728 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة. فأول زيارة. نعم. ده أول زيارة. نعم. يعني فده ده ثقة ولا ده إقبال من الناس إنه أنا عارف إن المبادرة دي هتنفعني؟ هما الاتنين مع بعض. وأضيف لده كمان إن هو مسألة احتياج، لأنه المجتمع محتاج. أنا استوقفني في الخبر اللي حضرتك قريتيه الصحة النفسية. نعم. هذا الكونسبت مهم جدا جدا، لأنه قد نكون بنعاني من اعتلال الصحة النفسية، وكثير مننا عنده إحباطات وعنده ضغوطات وعنده أشياء لا يشعر بها. الإنسان الطبيعي بيشعر. فكرة يا فندم في العالم كله. طبعا. يعني أنا بشوف تقارير وبشوف حاجات، ده العالم كله فيه طبيعي. فيه مشاكل يعني. طبيعي. الحروب والأزمات والكوارث الاقتصادية والمشاكل أدت للناس وضغط الاحتباس بتاع كورونا اللي حصل. بالضبط. يعني. وبالتالي لما المبادرة تلتفت وسط كل اهتماماتها لي مش بس صحة الجسد، صحة النفس كمان، أعتقد إن دي مسألة مهمة قوي. مش هنقدر نربي أولادنا ولا نعلم طلابنا ولا نعيش في مجتمعنا إلا إذا كان عندنا شيء كبير من الاستواء النفسي. فكون إن الحملة تركز على الصحة النفسية، أتصور إن ده بعد حضاري متقدم. الصحة النهاردة حضرتك عارفة واحد من معايير رقي وتقدم الأمم في العالم كله. حجم الخدمات اللي قدم والحجز كارتيه بيعكس إقبال كبير وبيعكس احتياج أكبر. وبالتالي إحنا بنطالب إنها بس ما تكونش 100 يوم، ده تكون 365 يوم في السنة. طيب في نقطة كمان مهمة جدا، ويمكن احنا ابتدينا حلقتنا النهاردة بنتكلم على ان العالم يعني يكاد يقترب من 8 مليار. صحيح. وان ده يعني الرقم ده بيبتلع اي تنمية. صحيح. ممكن انها تحصل. احنا عندنا زيادة سكانية. صحيح. وما عندناش وعي لقضية الزيادة السكانية. نعم. ويمكن في، خليني اقول، يمكن احنا اتكلمنا شوية في سنين فائتة يعني عن هذا الموضوع بعدين سكتنا. لا. كل شوية حد يطلع يتكلم وبتاع، لكن أعتقد أن الزيادة السكانية يجب أن يكون محور أساسي الآن للمجتمع كله، إعلام، مساجد، كنائس، مش بس وزارة الصحة، جامعات، مدارس. جامعات، مدارس. أعتقد أن احنا محتاجين حملة كبيرة. صحيح. ليه يا فندم أنا بقول كده؟ لأنه هناك إعلام معادي. نعم. وبارا ان الاعلام المعادي الحقوا ده مصر هتعقم، هيتم انه السيدات يجي لها والرجال يجي لها عقمه علشان هم عايزين. يا جماعه الموضوع مش عقمه. صحيح. الموضوع انه احنا في مشكله كبيره. صحيح. حقيقي مشكله كبيره. صحيح. احنا كمان محتاجين خطاب ديني مستنير، لانه الحقيقه يعني كتير من الناس اللي بيتصدوا لموضوع القضيه السكانيه يمكن ما عندوش الابعاد المختلفه للقضيه. محتاجين خطاب اتصال سكاني مستنير. محتاجين الناس تفهم، لانه الناس لو فهمت هتقدر تستوعب وهتقدر تقدر وهتقدر انها تقتنع. محتاجين حملات اقناعيه تشرك الناس نفسها، لانه الناس نفسهم هم يعني سبب المشكله وضحايا في نفس الوقت للمشكله. فاتصور زي ما حضرتك تفضلتي محتاجين حملات توعيه، محتاجين استمراريه واستراتيجيه للحملات. كل اللي تم حضرتك عباره عن جهود متفرقه بتطلع شويه وبتنزل شويه. احنا محتاجين يبقى في نوع من انواع الاستمراريه، نوع من انواع الاستراتيجيه اللي تخلي الناس نفسها حاسه بجزء كبير من المشكله. في عندنا امثله كثيره لدول كثيره نجحت في انها تقلل المشكله. احنا نجحنا في شلل الاطفال، نجحنا في الكبد الوبائي، نجحنا في اشياء اكثر خطوره من القضيه السكانيه. فلازم نستفيد من هذه الممارسات ونحاول ان احنا فعلا نطبق ده، لان لو ما عملناش ده كل جهود التنمية هتبتلع من خلال القضية السكانية. صحيح. وأنا يعني حبيت أن أنا أطرح الموضوع ده، لأن لو بتكلم على صحة المرأة ما زيادة عدد الإنجاب ما هو بيأثر على صحة المرأة. بالضبط. يعني بشكل كبير يعني. طب أنتوا في كلية الإعلام هل عملتوا يعني طلبة، هل عملتوا دراسات، هل عملتوا سيرفي مثلا مثل هذا عن مثل هذا الموضوع؟ تمت دراسات كثيرة وتوصلت لتوصيات كثيرة، لكن يعني خليني أقول إنه الجامعات المشاركة في هذا الموضوع أو ما بنسميه الستيك هولدر، الأطراف المشاركة، لازم كلها تجتمع على مائدة واحدة. لازم يبقى في نوع من أنواع الهارموني أو التنسيق. أنا أقول لسعادتك على دول بدأت تعتمد على التوعية السكانية من خلال جمال المرأة، يعني هو بيخاطب المرأة، أنت لما بتنجبي كتير جمالك نفسه بيتأثر، شكلك بيتأثر، ولقيت صدى كبير، لأنه مسألة الرزق وتوزيع العائد الاقتصادي
قد ترتبط ببعض العوائق الدينية أو بعض المفاهيم الدينية، وبالتالي احنا لازم نغير المداخل الإقناعية اللي بنكلم الناس بيها. كل إنسان بيتولد ومعاه رزق وده صحيح، لكن في النهاية برضو احنا لازم يبقى عندنا نوع من أنواع الرشد في التفكير، نوع من أنواع التعقل، لأن احنا شايفين الأزمة، واللي النهاردة عنده طفل بيوعيني فما بالك اللي عنده 2 و3 و4. كونسبت الريف القديم انه انا انجب عدد كبير من الاطفال يساعدوني في الارض ويجيبوا عائد ما بقاش حقيقي، لانه ما بقاش فيه ارض بالمعنى المفهوم، وبالتالي دول اصبحوا عبء على المواطن نفسه، محتاج يتعلم، محتاج يتجوز، محتاج يتعالج، كل دي كلها ضغوطات على الاجنده الماليه والاقتصاديه. لغه الخطاب بقى، يعني حضرتك بالزبط. بتوصل ان لازم لغه الخطاب مع المواطنين تختلف. طبعا طبعا، لانه لغه الخطاب القديمه لا تصلح لقضايا متجدده بطبيعتها زي قضيه الاتصال السكاني. صحيح. طيب خليني استكمل جولتنا الاخباريه وانتقل الى الشان العربي، حيث اصدرت منظمه ايجاد التي تقود اللجنه الرباعيه للوساطه في السودان بيانها الختامي بشان الازمه، اكدت فيه على ان مبادره الدول المشاركه في الوساطه تهدف الى دعم مسار وقف اطلاق النار والوصول لحل سياسي، وحثت طرفي الصراع على وقف فوري لاطلاق النار غير المشروط، مؤكده على ان اجتماع قمه ايجاد يشارك الاهداف التي يسرتها السعوديه والولايات المتحده للوصول الى حل سياسي. ابدى البيان الختامي قلق دول الوساطه بسبب تبعات الازمه في السودان، ورحبوا بدور دول الجوار لا سيما باستقبال اللاجئين الذين فروا من القتال. حذر البيان من أن الحرب توسعت وبادت تتخذ منحا عرقي، كما كشفت دول الوساطة على أنها قررت بذل جهود مكثفة لعقد لقاء مباشر بين أطراف الأزمة السودانية. طيب أنا عايزة أقف عند النقطة دي، لأنه ابتدى أسمع نبرة جديدة في وسائل الإعلام، سواء بقى وسائل الإعلام العالمية أو البان أراب، بأنه حرب أهلية، خلاص ابتدت تتقال رسمي أنه هناك حرب أهلية. صحيح. طيب يعني والإيجاد في بيانها الختامي قالت أنه أن الحرب توسعت وبدت تتخذ منحا عرقيا، بيعترفوا خلاص ده صحيح. اعتراف رسمي. ده صحيح. آخرة هذا النفق المظلم إيه؟ الحقيقة. وهو مش إحنا لغاية دلوقتي مش شايفين أي بصيص من الضوء. من الضوء، صحيح. حيك يعني قلت كلمة مهمة جدا، النفق المظلم. أنا أعتقد أنه الأزمة راحة في نفق مظلم فعلا، وبيزداد إظلاما في كل فترة، لأنه لما تصل إلى حرب عرقية إحنا وصلنا لمسألة تقطيع أوصال الجسد السوداني. الأزمة عكس ما بعض الناس متصورة لا تخص السودان في حد ذاته، وإنما تخص دول الجوار. احنا استقبلنا ومصر رحبت بعدد كبير جدا من اللاجئين، ده بيشكل أيضا ضغط على موارد الدولة. الحرب ستؤدي إلى يعني تأخر البلاد في السودان بشكل كبير جدا، وضغطت على موارد الدولة، لأنه إعادة الإعمار هتكون مسألة صعبة. حتى الآن لا نجد يعني بصيص من النور أو من الأمل في حل هذه الأزمة، وبالتالي مهم جدا جدا تعظيم دور الوساطة. المبادرة اللي قامت بها الولايات المتحدة والسعودية أتصور أنها مبادرة قد تصلح كأساس للبداية والبناء عليها. كل الدول العربية مسؤولة عن هذا الأمر، لأنه والعالم كله وخاصة الأمم المتحدة، لأن أنا بتصور أنه لو تحولت الحرب إلى حرب عرقية زي ما حضرتك تفضلتي، لن يستطيع أحد أن يتخيل مدى استمرارها أو مداها الزمني، لأنها قد تؤدي إلى حرب عصابات، وننتقل إلى مسألة أكبر بكثير من القدرة على الحل. الآن الأمور صعبة ولكنها ما تزال ممكنة، إذا انتقلت إلى مرحلة أكبر قد تكون مستحيلة. نعم. طب أروح للشأن الدولي بقى، لأنه الجيش الأوكراني أعلن أمس تحرير مرتفعات رئيسية حول مدينة باخموت بشرق البلاد في ظل استمرار الهجوم الأوكراني المضاد. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار على تيليجرام خلال عملية التقدم، سيطرت قواتنا على مرتفعات رئيسية حول باخموت، وأشارت إلى أن هذا التقدم يسمح للقوات الأوكرانية منذ أيام عدة بالسيطرة على مداخل ومخارج وتحركات العدو في المدينة. خلال الأسبوع الماضي استعاد الجيش الأوكراني 14 كيلومترا مربعا في شرق البلاد من القوات الروسية في إطار هجومه المضاد، كما أعلن أحد المتحدثين باسمه أندري كافاليوف، وقال للتلفزيون الأوكراني تم تحرير أكثر من 10 كيلومترات مربعة من الأراضي الأوكرانية في جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي.
انا حاجة عند يوكرانيا دي، بس عايزة اقف عند نقطة. يعني تم الاعلان بالامس انه يفجيني بريكوجين قائد فاغنر بعد ما تمرد وبعد ما كل ده صحيح. كان بعد 5 ايام في لقاء في الكرملين مع الرئيس الروسي صحيح، وقادة الجيش الروسي بوزير الدفاع برئيس الاركان اللي هو كان بيطالب بريكوجين ان هم يقالوا بالظبط، وترتيب اوراق صحيح. يعني معلش يعني انا شفتها ترتيب اوراق من اول وجديد صحيح. ف يعني هم فرحانين ب 10 كيلو، هو مش فارق مع ال 10 كيلو دول، هو عنده الهلال بتاعه بالظبط بالظبط. هي طبعا دي كلها يعني محاولات معنويه لمحاولة يعني زي ما بيقولوا ذر الرماد. المشكلة معقدة جدا، والمشكلة انه العشرة كيلو او الاربعتاشر كيلو دول لا يمثلوا شيئا. الناس كانت متصورة ان الحرب الروسية الاوكرانية تنتهي خلال فترة بسيطة، الان احنا داخلين في نفق لا يقل اظلاما عن نفق السودان، مش فاهمين ايه اللي بيحصل، لانه الازمة يعني امتدت للعالم كله، في ازمة الحبوب، ازمة الغلال، امور كثيرة جدا جدا معقدة. اللعبة السياسية اللي بتتم نفسها أصبحت عصية على الفهم، هل هي إقالة، هل هو ترتيب أوراق، هل هي أدوار متفق عليها. وبالتالي أتصور أنه يعني هذه الأزمة ستظل، لأنه لا يوجد أي بريقة أمل أنها ممكن تتحل في المدى القريب، ولا في أي مفاوضات ولا محادثات إطلاقاً. ولا أي حاجة إطلاقاً. والمشكلة الرئيسية أنه هناك أطراف بتغذي الأزمة ومن مصلحتها استمرارها من غير ما تكون على المسرح السياسي على الإطلاق، وده اللي بيزيد الأزمة تعقيداً الحقيقة. عايز أقول لحضراتكم كمان أنه في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلنطي الناتو في ليتوانيا، وامبارح حصل كذا تصريح من الرئيس الامريكي جو بايدن ولحق البيت الابيض بانه بيحاول انه، لانه هو قال حاجات ما ينفعش صحيح. يعني فلحقوا ببعض البيانات بس خلاص صحيح. اعلنت يعني فهو في مشكله، يعني هي حاصله مشكله ما بين، مشكلة مش ما بينهم بس، مشكلة داخلية في الناتو، في الولايات المتحدة، في ده، وفي نفس الوقت روسيا بترتب أوراق، وده اللي بيؤكد ان هناك سيناريوهات متفق عليها غير معلنة. وبالتالي لما بيحصل زلة لسان او بيان بيخرج وحتى بيتبعه تصحيح او بيكشف لينا عن هذا الامر صحيح، فهي لعبة سياسية لاطراف متعددة. ما اكثر زلات لسان الرئيس الامريكي جو بايدن، ما اكثر. لا. دكتور اشرف جلال رئيس قسم الاذاعة والتلفزيون بكلية الاعلام جامعة القاهرة، نورتني. اهلا بحضرتك. اهلا بك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون خلصت فقرتنا الاخبارية. فاصل وبعد الفاصل ما زال لدينا الكثير في برنامجكم صباح البنات.